مرحبا بكم في القناه. اليوم غنقترح عليكم كيكه بالتفاح والزبيب، كتجي لذيذه بزاف بدون يعني ميزان او كيسان. غنديروا بكاس ديال دانون. الاخوات ما كتنجحش معاهم كيكه، ان شاء الله تنجح معاك وتطلع وغتجي قطنيه ورطبه. طريقه تحضير بسيطه بدون طراب كهربائي. غادي نحتاجوا البيض يكون في حراره المطبخ. ملي تبغي ديري كيكه في العشيه خرجيه في الصباح من الثلاجه وخليه ياخذ حراره المطبخ، يكون عادي. بيض متوسط. وغنحتاجو كذلك قبيصة الملحة وكاس ديال الدانون أو زبادي أو الياوخت، يكون فاني أو لأي نكهة عندكم، ماشي ضروري يكون فاني. كنحتاجو السكر، غنديرو كاس، نعبرو غير بالكاس ديال الدانون، كاس ديال السكر ونصف. حنا غنديرو كاس ونصف، ولكن أخوات اللي ما بغايش الكيكة تكون حلوة بزاف نديرو غير كاس أو لا كاس وربع ديال السكر. نص كاس اخر، حاولوا تنقصوا نص كاس لما باينهاش تكون حلوه. وكنديروا كاس ديال الزيت، يعني قبيصه الملحه كنديروها في الاول ضروري قبيصه الملحه. وكنديروا نص كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب عوضوه بالماء، الا ما كانش الحليب ديروا الماء، يعني اي ماشي ضروري الحليب او لا زبادي الا ما كانش عندكم. كذلك ديروا كاس الحليب الا ما كانش الياغورت، وديك الكاس ديال الحليب يعني نفس الكاس باش عبرتو الحليب عبرو الزيت وعبرو السكر. كنخلطو مزيان هاد المكونات بالضرب اليدوي، كان عندكم كهربائي خلطي بيه، يعني نجمعو كلشي وكنخلطو وكنديرو الدقيق. نعبرو بالكاس ديال الدانون، كاس ديال الدقيق، كاس الثاني وكاس الثالث. نحاول انا ما نديروش دقيق في دقه واحده، نغربلوه وكنديروش خمارات. نخلطوا هاد الدقيق هو الاول، من بعد ما نخليوه داك الكاس نشوف واش غادي نحتاجوه ولا لا. كان شويه خفيف غنزيدوه، ما كانش يعني جاوا هذاك خليوه على حسب نوعيه الدقيق وعلى حسب يعني امتصاص ديالو السوائل. غادي نزيد هاد الكاس، نحاول ندير غير النص ديالو، من بعد ما كنشوفو انه مازال خاصني كنزيد نص كاس اخر نص الباقيه. كنديروا هاد الملعقه ديال الماء حتى هي سير باش تخلي داك الماء كي الا كان شي بحال الهدام كتشرب شويه كتخليه، يعني من داك الزيت اللي كثرتيه ولا شي حاجه كتحاول ان داك الزيت ما تبانش الا كثرتيه. المهم كديروا الملعقه ديال الماء ماشي الخل، الماء هذاك باش كنحاولوا نخلطوا باش تعطيك واحد الهشاشه الكيك. من بعد ما كنسالو نخليوه على جنب، وكناخذوا واحد التفاحه وحده كنقيوها، تفاحه اولا جوج الا بغيتي تعمريها يعني مزيان. بالنسبه لينا غير وحده كافيه، ما تيبغيش التفاح يكون كثير في الكيك. كنحاولوا نرشوا عليه شويه ديال السكر باش حتى هو تيعطي واحد المذاق، كيتست مذاق حلو. داك هذاك التفاح حامض السكر حتى داك كيجي مذاق ديالو زوين. كنزيدو شويه القرفه حتى هي كتواتي مع التفاح. والزبيب بعد ما غسلناه رقدناه كما شفتو في الماء، خليناه يعني نغسلوه مزيان ونديروه في الماء يتنفخ ليكم كيرطب. كندهنو المول ديالنا بالزيت والدقيق، اما هاد المثقوب اولا الطويل اللي متوفر عندكم. كنحاول نخلط شويه ديال الزبيب نخشيه في الكيك كما شفتوا، ما درنا في دقيق لا والو، غير خشي درنا هكاك تيعطي واحد المذاق زوين زبيب مع التفاح. صافي، ودابا غادي نديرها في المول هاد الكيكه. حاولوا انكم تدهنوا المول ديالكم بعد فهاد الاثناء. راه شعلت الفران سخنوه، من تديروا هاد المرحله الاخرى شعلوه قبل واحد 10 دقائق ولا 5 على حسب نوعيه الفران ديالك. سخنيه مزيان لتحت، كنخليه 180 درجه يسخن مزيان اولا حتى 200 دغيا دغيا يسخن ليك. ونقصي الحراره حتى 180، نقصي نقصها حتى 165. دابا سخنا الفران مزيان في الاول 180 200، سخنهم مزيان قبل ما نديرو ندخلو الكيكه. من بعد ما كنسخنهم مزيان كنقرب نبغي نخشيها، كنقص الحراره حتى 165 170، كنقصها باش لان الفران غيكون سخون. نحاول ان ماشي ندخلو كيكه غادي تجي الحراره مجهده باش طيب لك وتنفخ لك من التحت. طيب من التحت وتنفخ لك بشويه عليها وكطيب من الداخل. المهم كنخليهم 165 170 كطيب من التحت، وعاد باش كنشعلها من الفوق
كتشوف واحد نفخات وطابت من الجناب ونشفت من الفوق، طابت تحمرات من تحت شلة من الفوق. طريقة سهلة مهلة بالنسبة للضوء، بالنسبة للفرن ديال الضوء ديال الإتماء الكهربائي. كما شفتو درت هانتوما تفاح ودرت شويه الزبيب من الفوق، تفاح ستفتو كما شفتو الطريقه، وكترشو عليها شويه السكر وشويه ديال القرفه، وكنطيبوها بطريقه كما قلت لكم سهله طياب. سخنوا الفرن مزيان ونقصوا الحراره، ماشي تخليوها في 200 ولا 180، نقصوا الحراره. نقولها لكم باش الاخوات اللي يقولوا راه طلعت ليهم بالزربه ولا نزلات ولا هذا، راه طريقه الطياب ديالها حتى هي مهمه ديال الكيكه. طياب تخلى من البدايه حتى الاخر حتى الطياب، واخا تصاوبيها بها مزيان في الاول تخلطيها وتقاديها وبقوامه وكل شيء، كتدخليها ما كطيبش من الداخل اولا كتنزل ليك، ولا يعني الطريقه ديال الطياب راه مهمه واخا تكون الكيكه يعني صوبتيها مزيان. مهم خليوها حتى كتبرد، كتحمر كتبرد مزيان، عاد باش حيديها من المول. حاولوا نديروا شي سباتيو باش تحيد دغيا. المهم كتشوفوها نتوما كتجي محمره، وترشوا عليها بشويه سكر كلاصي من الفوق، اولا ديري لها الشكلاط، اولا غير قطع خطوط ديال الشكلاط. الكيكه ديال التفاح ما تبغيش قوه تعمرها بالشكلاط، غير خطوط. وتقدري ديري اللوز ايفيلي هكا من الفوق، تهني بمربى ولوز ايفيلي كتجي حتى هو زوين مذاق مع التفاح. وهذه الكيكه ديالنا كتجي منفوخه، يعني الحجم ديالها كتجي طالعه، وخا درنا الكميه يعني شميتوها قليله راه طلعت. نتمنى ان تعجبكم هذه الطريقه، ويعني الشرح اللي كنشرح لكم. وما تبخلوش ليا باللايكات واشتراك القناه اللي كنتي اول ما كتشوف هذه القناه، وخليوها حتى كتبرد وقطعوها. يعني واخا غير ضرب يدوي جمعنا كل شيء كتنجح معاك، تنجح يعني 100%. نقطع لكم يعني الطريفات باش تشوفوا يعني الشكل ديالها كي كتكون. المذاق كيجي زوين، نسمة ديال القرفة والزبيب. وما عليك غير توجدي واحد كاس اتاي ولا كاس ديال القهوه اولا الحليب اولا شي عصير بارد، وبصحه وراحه. واخواتي الا كنت اول مره كتشوفي الفيديو من خلال هذا الفيديو، ما تنسيش تشاركي في القناه، بارطاجي الوصفه مع الاخوات باش تعم فائده، بارطاجي الوصفه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام، مهم كذلك في واتساب مع الاصدقاء. واللي بغى الانستغرام ديالي كذلك راه عندي كنحط فيه يعني فيديوهات وصفات، راه عندي في القناه حاطه الرابط يعني في القناه ديالي. وبصحه وراحه، كما كتشوفوا كتجي شيشه ورطبه قطنيه. مع السلامه اخواتي، مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء.